تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد التي تدخل يومها الرابع وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع المختلفة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بنسب تخفيض تصل إلى 60%. مبادرة كلنا واحد مبادرة مهمة عشان توفر السلع بأسعار أرخص. المبادرة الأسعار فيها حلوة جدا. فأنا عن نفسي كمواطن والله عايز على طول. ربنا يخلينا الريس ويرخص لنا كل حاجة، وهنا أحسن من بره، وفضل ونعمة من ربنا. تتوالى ردود الأفعال الإيجابية حول مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها وزارة الداخلية في مرحلتها 22 بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لتوفير السلع بأسعار مخفضة في ظل نجاحها في الوصول إلى المواطنين على مستوى الجمهورية. صراحة في تخفيضات يعني عن برة، حتى في السكر مثلا برة ب13 هنا ب10.5، فيعني في فرق. في الزيت برضو كذلك الأمر في فرق. نشكر الرئيس على المبادرة الجميلة ديت، ومبادرة حلوة، وياريت على طول طول السنة المبادرة، والأسعار جميلة جدا. ومع تواصل فعاليات المبادرة يزداد إقبال المواطنين على شراء السلع بتخفيضات تصل إلى 60%. مبادرة جميلة جدا تبع يعني تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعني هو مشكورا بيساعدنا وواقف معانا وجنبنا، ربنا يخليه ويبارك لنا فيه. تتسابق السلاسل التجارية التي يصل عدد أفرعها إلى 993 فرعا بكل المحافظات على طرح منتجاتها بجودة عالية وبأسعار مخفضة في إطار المبادرة، وهو ما تؤكد عليه اللافتات الموضوعة على السلع المعروضة. هي المبادرة كويسة جدا، بسم الله ما شاء الله، والأسعار مختلفة عن بره بكتير. أنا شايف يعني من بعض الأوقات كده الأسعار هنا تقريبا النص. تنتشر الشوادر والمنافذ والسرادقات بكل المحافظات، والتي أقامتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع كبار الموردين والتجار، وتشهد وفرة في المعروض من السلع بكافة أنواعها وإقبالا من المواطنين عليها، فضلا عن المنافذ المتحركة التي تمثلها قوافل السيارات الموجهة إلى المناطق الأكثر احتياجا ليستفيد منها المواطنون من قاطين تلك المناطق. سعادة الرئيس اللي هو بيعمله ده معانا، الله يبارك له، الله يكفيه شر المرض اللي هو بيعمله معانا ده، وخلينا دي رخيص، ومخلينا الرز رخيص، ومخلينا السكر رخيص. احنا بلدنا كويسه والله، يعني زازت 600 ب34 وب32، هنا جايبه ب27 جنيه. وتحيا مصر، تحيا السيسي. منافذ امان الثابته والمتحركه حرصت على المشاركة في فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد في ظل انتشارها في كل المحافظات بمنتجات تتسم بالجودة العالية، إضافة إلى إعداد عبوات تحتوي سلع أساسية تباع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 50%. كرتونة فيها كل حاجة، سكر وزيت وسمنة وشعرية ورز وكل حاجة. نحب نشكر فخامة الرئيس إن هو حس بالناس وحس بشعب مصر وخفف عليهم الظروف اللي موجودة. يعني الحاجة كلها جوه ممتازة وأسعارها حلوة جدا، الرز والمكرونة والسكر وكل الحاجة، واليميش كمان أسعار حلوة قوي. والله يا رئيس بقوله يعني تشكر على الأسعار اللي انت بتعملها والخدمة اللي انت بتقدمها للمواطنين واللمسة الجميلة اللي انت بتقدمها كل رمضان لكل مواطن مصر. وتتكامل بذلك جهود وزارة الداخلية مع جهود الدولة نحو تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية وتوفير متطلبات البيت المصري بأقل تكلفة ممكنة في ظل المتغيرات الدولية والمحلية التي تؤثر على أسعار السلع. تأتي مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 22، والتي تطلقها وزارة الداخلية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل المتغيرات المحلية والدولية. تستطيع هذه المبادرة أن تلبي احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.